بسم الله الرحمن الرحيم. خلونا في المحاضرة دي يا شباب نتكلم على موضوع من المواضيع المهمة جدا في مجال الكارديوفاسكولار فارماكولوجي، اللي هي الانتي كواجولانت دراجز، لان احنا هنحتاج نستخدمها كتير، وطبعا هي ادوية لها يعني ملاحظات كتير لازم تاخد بالك منها. نبتدي كده وافكرك الاول بالحاجات بتاعة الفسيولوجي، المعلومات الفسيولوجي اللي لازم نبقى عارفينها، نبقى فاكرينها علشان هنبني عليها معلومات الفارماكولوجي اللي هتيجي حالا. هفكرك وأقولك انه موضوع الكواجوليشن ده انت اخدت في الفسيولوجي ان احنا عندنا في البلد حاجة اسمها كواجوليشن فاكتورز، كانوا تقريبا 12. ال 12 فاكتور او بروتين دول هم كده يعني سلم او كاسكيد، هم عشان يحصل كواجوليشن او عشان يحصل كلوتنج للبلد، ربنا يعني بحكمته ما خلاش ان القرار يبقى في ايد بروتين واحد ولا اتنين ولا تلاتة، لا ده عمل 12. ال 12 دول بيشتركوا في القرار عشان يحصل كلوتنج، لان الموضوع خطير عشان انسان يحصل له ثرومبوزز ولا كلوتنج، لا المساله مش سهله، فلازم الحكايه تبقى كنترولد. فربنا عامل الكنترول في ايد 12 ايه؟ 12 فاكتور. ال 12 فاكتور دول تلاقي واحد يبتدي وبعدين ياخد مشوره الثاني والثالث والرابع لحد ما نوصل في الاخر للفاينل ديسيجن اذا كنا ناويين نعمل كلوتنج، يبقى كلهم مشتركين في القرار. طيب يعني مثلا هدي لك مثال، مثلا لو واحد حصل له تيشو انجري، حصل له جرح في ايده ولا كده وحصل بليدنج، يبقى مطلوب ان احنا نعمل له كلوتنج بسرعه عشان نوقف البليدنج. مين اول فاكتور من ال 12 هياخد باله من الحكايه دي؟ فاكتور رقم 7، رقم 7، لانه فاكتور رقم 7 لما بيحصل تيشو انجري بيطلع من التيشو حاجه اسمها تيشو ثرومبوبلاستين اللي هو فاكتور 3. فاكتور 3 ده يقول لفاكتور 7 والله في هنا انجري وفي بليدنج، خد بالك. يقوم فاكتور 7 يبقى اكتيفيتد، يعني اللي بيعمل له اكتيفيشن اللي هو فاكتور 3 ده اللي هو التيشو ثرومبوبلاستين اللي بيطلع من الانجري. فاكتور 7 يبعت ياخد راي فاكتور 8، ايه رايك يا فاكتور 8؟ يقول له والله في بليدنج، فاحنا محتاجين فعلا ناخد قرار. يبقى فاكتور 8 كده اكتيفيتد، بقوا 2. يقوموا باعتين هما الاثنين كده الفاكتور مين؟ لمدير الاداره. بقى مدير الإدارة أو الرجل اللي في إيده يعني القيادة يعني اللي هو فاكتور رقم 10، فاكتور إكس، اعتبرها حتى زي فريق الكورة كده، دايما اللي بيبقى اللعيب اللي بيبقى في المهاجم المهم يعني بيلبس الفانيلا رقم 10، ففاكتور 10 ده اللي إيه يعني مدير الإدارة. إيه رأيك يا فاكتور 10؟ إحنا عندنا بليدنج. يقول لهم فعلا كده القرار، ما خلاص بقى خرجوا أنتم القصة، القرار بقى بإيدي أنا بقى. يقوم فاكتور 10 باعت لفاكتور 2 اللي هو البروثرومبين، يوم البروثرومبين يبقى اكتيفيت، ده السكرتير بتاع فاكتور 10 اللي هو البروثرومبين ده. فاكتور 2 اللي هو البروثرومبين يبقى ثرومبين يتاكتيف يعني، يقوم باعت لفاكتور 1، فاكتور 1 اللي هو الفايبرينوجين، يقول له يا فاكتور 1 بسرعه، ها بسرعه نفذ الامر. يوم فاكتور 1 يبقى اكتيفيتد ويتحول لفايبرين مش ورك، هو ده الفايبرين، هي دي الكلوت. طبعا الفايبرين مش ورك اللي هي الخيوط زي الخيوط العنكبوت كده هتتكون، تيجي الريد بلاد سيل تتكعبل فيها وايه وتدخل فيها، وبعدين يحصل الثرومبوزز بقى ويحصل الكومبليت كلوت. طيب ده لو فاكتور، لو الحكايه بدات بتيشو انجري وفاكتور 7 هو اللي اخد باله وبدا هو السلسله. والله لو كانت الحكايه تيشو انجري زي ما قلت لك كده وفاكتور 7 هو اللي اتاكتف وبعدين هو بدا يشاور فاكتور 8 وبعدين يبعته لفاكتور 10، ده بيسموه اكسترنسك باث واي. انما ممكن الحكايه تحصل بطريقه ثانيه بقى، ممكن القصه تحصل ايه، مش فاكتور 7 بقى اللي يبتدي، لا ممكن يبقى فاكتور 12، فاكتور 12 لاي سبب ما، فاكتور 12 يبتدي ياخد باله ان في سامثينج رونج، محتاج ان احنا نعمل كلوتنج. والله ممكن يا فاكتور 12 لما يبقى ياخد باله كده ان في سامثينج رونج يقوم يبعت لي فاكتور كام، يقول له ياخد ناخد راي فاكتور 11. طيب فاكتور 11 يقول له والله معك حق فعلا في مشكله تستدعي الكلوتنج كده، طب ناخد راي مين؟ فاكتور 9 اللي هو فاكتور 9. التلاتة كده تشاوروا مع بعض وبقوا اكتيفيتد وفعلا حاسين ان في مشكلة، يقوموا باعتين برضو لمجلس ايه للمدير بقى اللي هو المدير مين؟ فاكتور 10 برضو. والقصة بقى تمشي بقى، فاكتور 10 يقول لهم خلاص اخرجوا انتوا بقى من القصة، القرار بقى بايدي، ابعت لفاكتور 2 اللي هو السكرتير، فاكتور 2 يبعت لفاكتور 1 ونعمل الكلوتنج. والله لو كان اللي هيبدأ القصة او اللي هيبتدي ياخد باله في الاول هو فاكتور 12 و11 و9، دول بنسميهم انترنسك باثوي. مش عايزك تشغل بالك كتير باكسترنسك وانترنسك لانها مصطلحات فنيه قوي يعني مش هتخدمك كتير، لكن كل اللي عايزك تعرفه ان ممكن الكلوتنج يبتدي من فاكتور 7 او ممكن يبتدي من فاكتور كام، من فاكتور 12. سواء ابتدى بفاكتور 7 اللي مرسوم عندك بالازرق دي او ابتدى من فاكتور 12 اللي هو الاكسترنسك باث واي يعني او الانترنسك،
في كلا الأحوال لازم القرار يتبعت لمين؟ للراجل الكبير اللي في الموضوع اللي هو فاكتور 10 اللي هو المدير الإدارة اللي بقولك عليه ده. وفاكتور 10 وانس إن إيه؟ وانس إن الكرة تشطت له بقى زي كده ما تشوط الكرة للاعب رقم 10، وانس إن الكرة جات له خلاص ما عادش القرار بإيد اللي فاتوا دول، القرار أصبح بإيده، يبعت هو الفاكتور 2 اللي هو البروثرومبين، فاكتور 2 يبقى اكتيفيتد يبعت لفاكتور 1 ونعمل الفايبرين مش ورك وايه ونعمل الكلوتنج. انا بقى لو سالتك دلوقتي السيستم ده انت فهمته دلوقتي بيحصل ازاي، الكلوتنج بيحصل ازاي، لو انا دلوقتي عايز اقول لك احنا عايزين ندي دواء يمنع او يعمل يبطئ شويه القصه دي يعمل انيبيشن للكلوتنج، لو انت قلت لي الفاكتور الدواء ده انا عايز اصممه انه يشتغل على الفاكتور مثلا 7 او فاكتور 3 او فاكتور 4 او فاكتور 5، اقول لك الله انت كده بتتكلم على الاكسترنسك يعني، الله طب ما ممكن الكلوتنج يحصل من السكه الثانيه الانترنسك، هتقول لي اه طب انا عايز بقى اصمم دواء يشتغل على كلهم بقى على 7 و8 و9 وما اعرفش ايه و10 و11، طب ما انا اقول لك ليه، طب انت هتعمل كده ليه يعني، ايه اللي يجبرك على كده، طب ما احنا عندنا الكومون باث واي اللي هو مدير الاداره اللي كان في ايده القرار فاكتور 10 وفاكتور 2 وفاكتور 1، ما هم دول اللي كانوا بينفذوا الامر في الاخر يعني، الباقيين دول كلهم كانوا ايه، كانوا سكرتاريا كده بتتشاور مع بعضها وانس ان وصلوا القرار زي ما قلت لك كانوا بيبعتوا الفاكتور 10. يبقى احنا لو عايزين نصمم دواء يشتغل او يعمل انهيبيشن للكواجوليشن يبقى انت ركز بقى على الكومون باث واي، ركز على اللعيبه الكبار بقى اللي هم راس الحربه دول، الثلاثه راس الحربه دول اللي احنا بنسميهم الكومون باث واي، الفاكتور 10 فاكتور 2 فاكتور 1، اي واحد من دول تعمل له انهيبيشن السيستم كله يقف، يبقى انت خلاص جيب يعني كانك ايه، كانك عطلت الفريق كله. بس هقول لك ملاحظه صغيره كده عشان ننتهي منها، فاكتور 1 اللي هو الفايبرينوجين ده يعتبر اهم واحد في السلسله كلها ويستحسن ما تجيش ناحيته، يعني ما تصممش دواء يشتغل على فاكتور 1، لانك لو عملت دواء يشتغل على فاكتور 1 ويعمل له انهيبيشن ده معناه ان الفريق كله تقريبا عطل، السلسله كلها عطلت، والسلسله كلها لما تعطل كومبليتلي ده ممكن يعمل لك سيفير بليدنج. وهقول لك مثال بسيط جدا يوضح لك المساله، في بعض السنيك فينومز اللي هي الثعابين السامه، انواع من الكوبرا وانواع من الثعابين، الفينوم بتاعها بيموت ازاي؟ بيموت انه ببساطه كده مجرد ما التعبان يعضل الضحيه دي يروح يحصل انيبيشن للفايبرينوجن، يحصل ديبليشن للفايبرينوجن اللي هو فاكتور 1، النتيجه ان خلاص يقوم حاصل سيفير انترنال بليدنج، الفيكتيم بيموت من الانترنال بليدنج لانك انت عملت ووش، عملت انيبيشن للفاكتور 1. فاكتور 1 ده اللعب معاه خطير جدا فيستحسن نبعد عنه. فاحنا هنركز بقى دلوقتي على ايه؟ على فاكتور 10 فاكتور 10 وفاكتور 2 اللي هو البروثرومبين. يستحسن لما تيجي تصمم دواء يبقى لازم ينشن على واحد من الاثنين دول، اما فاكتور 10 او فاكتور ايه او فاكتور 2، يعني هم دول المهمين، دول اللي هم الكومون باث واي اللي يهمونا. وزي ما قلت لك ابعد عن فاكتور ايه. على فكره احنا نقدر نصمم دواء يشتغل على فاكتور 1 مش صعب يعني، لكن زي ما قلت لك لو عملت انهيبيشن لفاكتور 1 هتعمل سيفير انترنال بليدنج. يبقى كده خلصنا من الرسمه دي كده عشان ننتهي منها، احنا فهمنا كده الكواجوليشن بيحصل ازاي، وفهمنا لما نيجي نصمم دواء تبقى فكرته ازاي، يعني فكرته هيشتغل على ايه اكتر، فاكتور 10 او فاكتور 2. ننقل بقى على ناخد الادويه الامثله اللي عندنا، هناخد مثالين كبار جدا لايه، لتو امبورتنت انتي كواجولانت دراجز، الهيبارين على الشمال اهو والوارفارين اللي على اليمين، وهنحطهم سايد باي سايد عشان نعمل كومباريزون كده سايد باي سايد تبقى المساله سهله عليك وانت بتذاكر. هنعمل كاننا جدول كده ونمشي مع بعض نحط ايه كل معلومه ونحط له ايه، نقارن الاثنين ببعض، الهيبارين في ناحيه والوارفارين في ناحيه. الهيبارين اسمه يعني هو انجكتابل دراج يعني ما فيش منه اورال، اما الوارفارين على الناحيه الثانيه ما فيش منه بقى انجكشن، ده اورال دراجز بس، ولذلك دايما الوارفارين بين قوسين كده ايه احيانا نسميه الكونيا بتاعته ايه، اورال انتي كواجولانت دراج، يبقى قصدنا على الوارفارين على طول لان ما فيش منه حقن. طيب الهيبارين بدايه اكتشافه كانت في بدايه العشرينات من القرن اللي فات، اكتشفوه انه ماده ناتشرال موجوده في اجسامنا كلنا متخزنه في الماست سيل، في جرانيولز كده في الماست سيلز عندنا، خصوصا الماست سيل اللي في بعض التيشو زي اللانج مثلا تلاقيها الماست سيل دي مخزنه ايه الموليكيولز اللي هي البوليساكرايد اللي اسمها هيبارين، فاكتشفناه في العشرينات. انما احنا بنصنعه دلوقتي بنستخلصه من الايه، من البوفاين لانج ومن حاجات تانية، وبنصنعه بطرق تانية، وهكلمك على ايه، على انواع تانية من الهيبارين بنصنعها دلوقتي. انما اصل اكتشافه كان فين؟ ماده ناتشرال في جسمنا متخزنه في الماست سيل. وبالمناسبه اكتشفنا برضو بعدين كده ان هذه الجرانيولز بتاعه الهيبارين او الموليكيولز شايله نيجاتيف تشارج، يعني من ناحيه الفيزياء
هي هذه الموليكيولز اوف هيبارين اللي متخزنه في الماست سيل نيجاتيفلي تشارجد، لان دي معلومه مهمه هحتاجها دلوقتي بعد 5 دقايق بالظبط هقول لك هحتاجها في ايه. طيب على الجانب الاخر بقى الوارفارين، لو بتقارن الوارفارين it is not natural، ده ما حاجه سينثيتك احنا عملناها تقريبا في منتصف الخمسينات تقريبا من القرن اللي فات، وكنا ما كناش قصدين انها تبقى انتي كواجولانت، والله كانت معموله لاغراض اخرى، انما مع الوقت اكتشفنا بقى انها انتي كواجولانت وبدا جديد تدخل في الطب بقى ونستخدمها كانتي كواجولانت، فهي سينثيتك. نيجي للفارماكوكاينتكس قبل ما نسيب السلايد دي. الهيبارين ما زي ما قلت لك ما فيش منه اورال بريبريشن، هو كله انجكتبل. ليه؟ لانه لو عملت اقراص هيبارين وبلعتها الاتش سي ال بتاع الاستومك يكسرها على طول، فما عندناش منه، هو كله انجكتبل بس. وكل الامبولات اللي انت شايفها دي اما لازم تتاخد سبكوتينيوس او اي في، يعني الروت اوف انجكشن بتاعها او ادمنستريشن، اما تتحقن تحت الجلد سبكوتينيوس او تتاخد في الوريد على طول تبقى اي في، انما مش انترا ماسكولار بالمناسبه، وبرده هنقول ليه بعد شويه. يبقى هي انجكتابل فورم، مفيش منها اورال، كان نوت بي ابزوربت، وما بتعديش بقى كمان ده المهم بقى اللي اقول لك عليه، ما بتعديش البلاد برين بارير ولا بتعدي البلاسينتا، وكل كلمه بنقولها هنا هنحتاجها بعد شويه. يعني الهيبارين ما يعديش بلاد برين بارير، ولو واحده بريجننت ما يعديش البلاسينتا، ما يوصلش للايه للفيتس اللي جوه. اعكس بقى ما تروح للوارفارين، اعكس الكلام، شوف بقى الوارفارين، الوارفارين البايو افيلابيليتي بتاعته 100%، يعني تبلع القرص يدخل جسمك دمك 100%، وبالتالي طبعا هما كده اما لقوا ان القرص بيدخل دمي على طول قالوا طب هنعمل منه حقن ليه بقى، ما هو اهو يعني خلاص، فبالتالي ما عادش منه، ما فيش منه حقن، هو كله اورال. وبرده بقى يعدي البلاد برين بارير 100% ويعدي البلاسينتا 100%، يعني ده الكلام عكس الهيبارين اهو. احنا بنقول الكلام ده عشان هنبني عليه معلومات مهمه، فخد بالك من كل كلمه بنقولها. ننقل على اللي بعده، على الميكانيزم اوف اكشن. كويس، تعال للهيبارين كده على الشمال ونتكلم على الميكانيزم اوف اكشن بتاعه. انت دلوقتي بعد ما شرحت لك الكواجوليشن كاسكيد وقلت لك انه انا عشان اعطل الكواجوليشن كاسكيد انا الشطاره ان انا اعطل ايه، اعطل فاكتور رقم 2 او فاكتور رقم 10، تعطيل اي فاكتور تاني مش هيفيدني قوي لان هما دول اللي في ايدهم القرار زي ما قلت لك، يعني دول الكبار. الهيبارين بقى لما تدي الانجكشن على طول كده اي في توصل الدم immediately، يوم الهيبارين عامل اكتيفيشن لبروتين في دمك اسمه انتي ثرومبين 3. هذا الانتي ثرومبين 3 هو اصلا ربنا خلقه ناتشرال انهيبيتور للكلوتنج فاكتور، يعني عشان ما يحصل لكش كلوتنج كده وانت نايم وتحصل لك مشكله، ربنا من رحمته عامل لنا بروتين اسمه انتي ثرومبين 3 نورمالي بيمنع، هو اللي بيعمل انهيبيشن للكلوتنج فاكتور. هذا الانتي ثرومبين 3 هو اللي بيعمل انهيبيشن. كل دور الهيبارين لما بتديه انه بروح يعمل استيميوليشن لهذا البروتين النائم اللي اسمه انتي ثرومبين 3، يقول له اصحى اعمل انهيبيشن، يوم هذا الانتي ثرومبين 3 رايح معطل زي ما انت شايف في الرسمه كده، معترض طريق كام فاكتور بقى مع بعض، تعال نعد، هيعترض طريق فاكتور رقم 2 و9 و10 و11 و12، هيمنعهم من الاكتيفيشن، يقول لهم ستوب مفيش اكتيفيشن. طب هل يهمك فاكتور مثلا 12؟ لا ما يهمنيش قوي. فاكتور 11؟ لا والله ما يهمني قوي، ولا فاكتور 9. انا اللي يهمني في القصه دي ان الانتي ثرومبين 3 لما بيبقى اكتيفيتد بيروح يعطل فاكتور 2 وفاكتور اكس اللي قلت لك عليهم اللي هم اللي في ايدهم القرار اللي هو الكومون باثوي، دول اللي يهموني. عايز انبهك بقى الله يكرمك لملاحظه مهمه جدا، انك ما تقولش ابدا عشان ما حدش يغلطك بقى في الاورال اكزام ويوقعك في الغلط، ما تقولش ان الهيبارين بيروح يعطل الكلوتنج فاكتورز، ابدا غلط الكلمه دي. لا الهيبارين ما عملش كده، الهيبارين راح اشتغل عن طريق وسيط، هو راح عمل اكتيفيشن للوسيط اللي اسمه انتي ثرومبين 3، وهذا الانتي ثرومبين 3 هو اللي هيروح يعطل بقى الكلوتنج فاكتور ويعمل لها انهيبيشن. يبقى كان المساله اندايركت يعني مش مباشره يعني. تعال بقى على الجانب الثاني نقارن بالوارفارين. الوارفارين لما انت بتديه الاول نشوف بس اللي بيحصل ايه، الليفر عندنا بيصنع كلوتنج فاكتور، يعني ال 12 كلوتنج فاكتورز اللي انت عارفهم دول منهم اربعه مهمين جدا بيتصنعوا في الليفر، اللي هم الاربعه اللي انت حافظهم من الفسيولوجي هم 1972. 1972 يعني خدهم كده من اليمين 2 7 9 10 الاربعه دول. الليفر بيصنعهم طول النهار، يصنع الاربعه دول بمساعده فيتامين كي. فيتامين كي يدخل الليفر يقول له ها عايزين نصنع الكلوتنج فاكتور دول. يقوم الليفر واخد فيتامين كي مستخدمه في الايفر رياكشن يقدر يصنع الاربعه دول، وبس فيتامين كي بقى بيضحي بنفسه. يدخل الليفر يعني يساعده في انه يصنع الفاكتورز الاربعه دول،
لكن يطلع من الناحيه الثانيه زي ما الرسمه شايف، زي ما السهم مشاور لك كده، بيطلع اوكسيدايزد متاكسد، يعني بيضحي بنفسه علشان الليفر يصنع الاربعه فاكتورز اللي قلت لك عليهم. طيب كده يبقى لو الكل بقى فيتامين كل في جسمك دخل الليفر عشان يصنع كلوتنج فاكتور، يقوم يطلع من الناحيه الثانيه خسران كده وما عادش ينفع، يبقى انا محتاج كميات مهوله من فيتامين كي طول النهار، عشان ما هو اللي بيدخل المره ما عادش بينفع. لا، ربنا يقوم عامل بقى حاجه ثانيه يرجع فيتامين كي. انا بشرح لك وقت في السيولوجي على فكره، انا بشرح لك حاجه لسه ما دخلتش في الدواء، عشان بس يعني خليك فايق معايا كده. يقوم ربنا عامل ايه بقى؟ مرجع لك فيتامين كي اللي اتاكسد ده، مرجعه بعمليه عكسيه تانية علشان يعمل له ريدكشن، عشان يعمل له اكتيفيشن من تاني، عشان ما تضطرش تحتاج فيتامين كي كتير، يبقى الكميه الصغيره اللي في جسمك تكفيك فتره طويله. فيتامين كي بقى اللي هو اللي متاكسد اللي اسمه ايبوكسايد ده، بيرجع تاني يتاكتف ازاي؟ بانزيم جوه الليفر برضو اسمه فيتامين كي ايبوكسايد ريدكتيز. كلمه ايبوكسايد يعني اوكسيدايزد فورم، يعني الانزيم المسؤول عن الاكتيفيشن اوف فيتامين كي، تاني اسمه فيتامين كي ايبوكسايد ريدكتيز. كويس كده. طول النهار بقى جسمك عمال او الليفر عمال يصنع الفاكتورز دي اللي هي الاربعه فاكتور دول اللي هو 2 و7 و9 و10، وكل ما فيتامين كي شويه يطلعوا خسرانين من الناحيه الثانيه ايبوكسايد اوكسيدايز، يقوم الانزيم اللي اسمه ريدكتيز يرجعهم تاني ريديوسد فورم، وتفضل بقى كده ايه الدنيا ماشيه، جسمك مش محتاج الا فيتامين كي كميه قليله جدا لانها شغاله طول النهار، كل ما تتاكسد ترجع تاني والدنيا ماشيه. كل اللي بيعمله بقى الوارفرين انه بيروح لهذا الانزيم اللي اسمه فيتامين كي ايبوكسايد ريدكتيز يعمل له انهبيشن. ركز بقى كده، لو الوارفرين اللي هو مرسوم بالاسود ده عمل انهبيشن للانزيم اللي اسمه ريدكتيز، اللي هيحصل ان فيتامين كي يدخل جسمك او يدخل الليفر يصنع شويه كلوتنج فاكتور ويطلع اوكسيدايز. طب وبعدين؟ ما يعرفش يرجع تاني. طب والنتيجه؟ الليفر يقول له والله ما اقدرش، ما خلاص ما فيتامين كي باظ، ما عايزين فيتامين كي جديد، ما هو الانزيم اللي كان بيرجعه اكتف تاني عشان اشتغل تاني عطل. طب والله بقى هات لنا فيتامين كي، شوف لنا بقى فيتامين كي. طب ما فيش فيتامين كي، اللي في جسمنا كميه محدوده. خلاص الليفر يقول له خلاص والله مش هبطل، هبطل صناعه الليه الاربعه فاكتورز دول. يبقى كان الوارفارين عطل برضه صناعه اربعه فاكتور مهمين بالطريقه اللي قلت لك عليها دي، بطريقه انه عطل الانزيم اللي اسمه فيتامين كي ايبوكسايد ريدكتيز. بص بقى الاربعه كانوا ايه، راجع كده الاربعه 2 و7 و9 و10. كويس، 7 يهمك؟ لا ما يهمنيش قوي. 9 يهمك؟ لا والله ما يهمنيش. مين اللي يهمك قوي؟ 2 و10. يبقى في كده الاحالتين انت ملاحظ ان الهيبرين عطل او يعني اشتغل على فاكتورز كتيره من ضمنها 2 و10، والوارفرين برضو اشتغل على فاكتورز كتير من ضمنها 2 و10. ملاحظ كده ان كل الادويه اللي بنتكلم عنها بتروح تنشن على 2 و10 اللي انا قلت لك عليهم، اللي هم الكومون باثوي اللي في ايدهم القرار، اللي هم اللي ايه الروس الكبيره في الموضوع. يعني هيبقى بس الفرق جوهري في الموضوع ان الهيبرين بيشتغل بسرعه جدا، يعني انت لما تدي الامبول بتاع الهيبرين اي في immediately على طول في خلال دقائق معدوده يكون عمل انهبيشن للكلوتنج سيستم كله، عن طريق انه عمل تنشيط لمين او عمل ستيميوليشن للانتي ثرومبين 3. فالافكت بتاعه اميديت وشورت، يعني ما يقعدش اكتر من ايه، من ساعتين 3 ساعات 4 ساعات بالكتير، وبعدين مفعوله خلاص ينتهي، يحصل له ميتابوليزم وينتهي. انما الوارفرين بقى انت بقى لو فايق شويه هتلاقي ان قصه الوارفرين اللي انا حكيتها لك دي بتحتاج وقت على ما تشتغل. يعني بص كده، هو بروح يعطل الانزيم اللي اسمه فيتامين كي ايبوكسايد ريدكتيز. طيب ما هو فيتامين كان عندي في جسمي فيتامين كي شغالين، طيب هيدخلوا الليفر ويحصل لهم اوكسيديشن ومش عارفوا يرجعوا تاني. على ما فيتامين كي اللي في جسمك يحصل له كومبليت ديبليشن وكله يتاكسد بقى وما يعرفش يرجع تاني، دي الحكايه دي تاخد لها بقى ايه، ممكن تاخد لها 12 ساعه، تاخد لها يوم يومين. فممكن تبلع قرص الوارفرين النهارده وما يبانش تاثيره على الكلوتنج سيستم الا بعد فتره، بعد مثلا 12 ساعه، بعد يوم، بعد يومين، على ما كل فيتامين كي اللي هو الاكتيف اللي كان في الليفر يتاكسد وما عادش قادر يشتغل تاني. فدي تاخد لها وقت شويه. كاني عايز اشاور لك مبدئيا كده على انه انا لو عايز اعمل انهبيشن للكلوتنج سيستم بسرعه immediately في الطوارئ بشكل يعني كده، يبقى الهيبرين ما عنديش غيره. لو عايز اعمل انهبيشن للكلوتنج سيستم على مهلي كده واتحسب، لان لو العيان يعني قد ايه مش مستعجل يعني في حاجه، بندي دواء عشان يمنع الكلوتنج سيستم على مهلنا، يبقى انا عندي ايه؟ عندي الوارفرين. يبقى ده غير ده. برضو عايز اقول لك على حاجه مهمه برضو، يعني اشرحها لك تاني، يعني تيجي في السكه كده. كانوا زمان يسالونا يقولوا لنا ايه يا شباب، واحنا لسه طلبه، يقولوا لنا الدكاتره بتوع الهيماتولوجي يقول لك لو انا عندي سامبل اوف بلاد عايز ابعتها المعمل،
تتحلل لأي سبب كان، ومش عايز يحصل لها كلوتنج. لأن أنت لو خدت سامبل من البلد حطيتها في تيست تيوب وبعتها في السكة، في خلال فترة بسيطة يحصل كلوتنج، يبقى الدم باظ. كانوا يقولوا لنا طب يا ترى أحط على السامبل دي عشان أمنع الكلوتنج، أحط هيبرين ولا وارفرين؟ فإيه جاوب أنت بقى، مين اللي ينفع؟ طبعا ما ينفعش الوارفرين، ما عرفش أحط غير الهيبرين. ليه؟ لأن الهيبرين أول ما أحطه على البلاد هيشغل الأنتي ثرومبين 3 ويعمل إنيبيشن للكلوتنج سيستم. أما الوارفرين لا، الوارفرين ما يشتغلش إن فيترو يا شباب. الوارفرين عشان يشتغل ده بيشتغل في الليفر، يعني مكان شغله مش البريفرال بلاد. ركز في الحكاية دي لأنها مهمة قوي. الهيبرين يشتغل على سامبل اوف بلاد ان فيترو، تحط الهيبرين على البلاد خلاص يمنع الكلوتنجز بتاعه. انما انت الوارفرين مش كده، لو انت حطيت وارفرين على سامبل اوف بلاد هيحصل لك كلوتنج. ليه؟ لانه الوارفرين عشان يشتغل كان بيشتغل مكان شغله في الليفر، كان بيعمل انيبيشن للانزيم اللي اسمه ريدكتيز انزيم جوه الليفر، فاذا ما بيشتغلش غير ان فيفو اونلي. ده فرق برضو ايه من الفروقات المهمه. وزي ما قلت لك كده في ثيرابيوتيك يوزز، احنا في الحالتين الدوائين سواء هيبرين او وارفرين بنمنع بيهم الكلوتنج او بسموهم انتي كواجولانت دراجز. لكن الفرق في الايه، في الـ في الـ في الابلكيشن بقى وانت بتستخدمهم. لو العيان داخل مستشفى الطوارئ عنده ثرومبوزز، عنده مايوكارديال انفاركشن، ولا عنده سيريبرال ستروك، وعايز بسرعه تلحق حاجه اميديت، يبقى ما عندكش غير هيبرين قولا واحدا. امبول الهيبرين فيه 5000 يونت، هو بتحسب باليونت على طول. بندي للمريض ده اللي داخل في الـ في الـ في الديزاستر دي، بندي له هيبرين امبول او 2 اي في ايميديتلي. وبعدين لو انا عايز اكمل بالهيبرين مثلا لمده 48 ساعه بقى خلاص بديه له سبكوتينيوس، يعني حقنه كل 8 ساعات تحت الجلد. ليه بقى؟ لان العيان اللي داخل بمايوكارديال انفاركشن او داخل بستروك او داخل بحاجه، هي الثرومبس حصلت. يعني عايزك برضو تركز في اللي هقوله ده، هي الثرومبس حصلت. انا مش بدي هيبرين عشان يدوبها، لان اللي هيدوب ده قصه تانية هنقولها في المحاضره اللي جايه. انما انا بدي الهيبرين ليه؟ علشان امنع الفيرذر بروباجيشن اوف ذا ثرومبس، يعني هي او فيرذر اكسبانشن. يعني هو حصلت مثلا ثرومبس دلوقتي والعين داخل بشست بين، وهي ثرومبس لسه في اولها، انا مش هدوبها ولا حاجه، مش هقدر. انما انا هلحق بالهيبرينات دي عشان هذه الثرومبس ما تعملش اكتيفيشن للكاسكيد بتاع الايه الكلوتنج سيستم، ويحصل لها اكسبانشن وبروباجيشن. وبدل ما كانت سد 25% من الارتري، لو انا سبت العين من غير هيبرين هلاقي بعد ساعتين 3 4 هلاقي ان كل الارتري اتسد. لو كان ارتري واحد اللي مسدود ممكن يبقوا 2 ارتري. فانا بلحق بالهيبرين عشان امنع الفيرذر بروباجيشن، يعني المشكله اللي حصلت ما تزيدش، ما تبقاش مشكلتين، ما تبقاش 3. وزي ما قلت لك انا ايميديتلي بدل العين ده امبول او 2 في الوريد بسرعه، 5000 او 10000 يونت ايميديتلي، وبكمل بقى بعد كده بايه كل 8 ساعات تحت الجلد، بحقنه تحت الجلد لو انا محتاجها لمده مثلا ايه 48 ساعه او اكثر من كده على حسب. يعني ببتدي اي في ثم اكمل سبكوتينس. تعالى بقى للجانب، تعالى للايه سايد باي سايد كده نتكلم على الوارفرين. طيب الوارفرين هو مش بتاع الامرجنسي، انا قلت لك انه اولا دواء اورال وما بيشتغلش بسرعه، انا قلت لك انه بيقعد 12 ساعه ولا يوم ولا يومين على ما يبتدي يشتغل، يبقى هو عمره ما يبقى بتاع الطوارئ، خلاص متفقين. امال هندي لمين بقى؟ ده يبقى نديه عشان نمنع بيه الكلوتنج لو انا خايف ان في عيان ممكن يبقى عرضه لانه يحصل له ثرومبوز او كلوتنج، يعني كانه ينفع فور بروفيلاكسس، يعني اذا كان الهيبرين بينقذك في الطوارئ. انما الوارفرين بقى ده اللي بيمنع الكلوتنج يحصل من الاصل، يعني امشي العين عليه. مين هم بقى العيانين دول؟ اي بيشنت تشك انه ممكن يحصل له ثرومبوز لاي سبب من الاسباب. هدي لك امثله مكتوبه عندك قدامك اهي. مثلا العيان اللي عنده اللي هو البرولونجد بيدريدن، اللي بيقعد مثلا اللي حصل له كسر في 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 اي مثلا في عظم في كده، ممكن في عيانين بيحصل لهم كسور وتضطر مثلا دكتور العظم يعمل له جبس ويعمل له مثلا شرايح ومش عارف ايه، ويقعده في السرير 6 شهور. طيب قاعد في السرير 6 شهور ده استاجننت بلاد، ما بيحركش رجله، ممكن يحصل له حاجه اسمها ديب فين ثرومبوزس دي في تي. طيب الان من الحكايه دي خايف يحصل له، انا شوف بقول لك ايه، خايف هيحصل له، ادي له وارفرين، مشي على وارفرين قرص كل يوم خلاص طول المده دي عشان ما يحصل لرجله ما يحصلش فيها دي فين ثرومبوز. البوست اوبرتيف بيشنت مثلا، عيان عملت له عمليه هو يفضل برضه في السرير فتره طويله، نفس القصه، مشي على وارفرين لو انت خايف يحصل له ثرومبوز. عيان عنده سيريبرو فاسكولار مال فورميشن، يعني عنده مشكله انت خايف كده بالسي تي، عملت سي تي وحاسس ان اللي عنده ايه سمثينج رونج في الفاسكوليتشر بتاع السريب، والان كده اللي يحصل منه فيها ثرومبوز او كده. طيب ماشي مشيت، انا شوف كل كلمه بقول لك ايه، الان لا يحصل، ركز في كلمه الان لا يحصل دي، يبقى بنمشي على الوارفرين.
واحد عنده مثلا انت قلقان من انه هو زارع مثلا ايه، الناس اللي عاملين حاجه بيسموه ارتفيشال هارت فالف اللي هي صمامات القلب الصناعيه. الارتفيشال او البروثيتيك هارت فالفز دي، ما هي دي جسم غريب مزروع، والجسم الغريب ممكن ينبه الكلوتنج سيستم لانها حاجه فورين بودي يعني، او ساعات من المصنوع من البلاستيك او من التفلون او كده ممكن. طيب الفالف اللي مزروع صناعي ده او مثلا مفصل صناعي او كده، والان لان الماده الغريبه دي تنبه الكلوتنج سيستم ويحصل ثرومبوزس، مشي العيان ده برضو على وارفرين قرص كل يوم. يبقى انت ملاحظ هنا انه الميكانيزم اوف اكشن هو اللي جبرني استخدم ده امتى واستخدم ده امتى. الهيبرين زي ما قلت لك احنا بنستخدمه في الطوارئ في الاكيوت ستيج، انما لو انت عايز تمشي العيان فور لونج تايم بقى، او تمنع او قلقان من ان يحصل ثرومبوز او كده، لا يبقى ايه، يبقى هنمشيه على اورال دراج قرص كده كل يوم زي الوارفرين يمشي عليه. بص بقى برضو اقول لك ملاحظه تانية مهمه، جايز حد ايه ينكشك فيها كده في امتحان هنا ولا هنا. المونيتورنج اوف ثيرابي، طبعا لا يخفى عليك بقى ان سواء كان هيبرين او وارفرين دي ادويه خطيره، يعني اللعب معاها مش يعني لازم تكون انت واد معلم عشان تلعب مع الادويه دي، لانه الهيبرين او الوارفرين لو زاد الدوز بتاعتهم سنه، اولا لو انت بتديهم اصلا وكانت الدوز قليله يبقى انت كانك ما عملتش حاجه، لان يحصل له ثرومبوزز وبتاع والكارثه اللي كنت خايف منها تحصل. طيب ولو زاد هيحصل كومبليت انهيبيشن للكلوتنج سيستم والعين ينزف، يعني بدل ما كنت تمنعه له مشكله دخلته في مشكله تانية. امال ايه الحل؟ الحل ان لازم سواء كان هيبرين او وارفرين لازم يكون اوبتيمال دوز، لازم يكون مظبوط بالشعره علشان العين لا يدخل منك في انه يحصل له ثرومبوزز ولا يدخل منك في بليدنج. طيب هنظبطها بالشعره ازاي؟ قالوا هنعمل تيست كل شويه كده للعيانين اللي ماشيين على هيبرين او وارفرين. اذا كان ماشي على هيبرين هنعمله تيست اسمه اكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم، اذا كان ماشي على وارفرين هنعمله تيست اسمه اي ان ار او البروثرومبين تايم. طيب ايه فكره التيست؟ انا مش هوجع دماغك كتير بالكلينيكال باثولوجي وندخل في التيست لا مش هوجع دماغك، بس هقول لك معلومه بسيطه قوي. حضرتك لما بتدي هيبرين او وارفرين ايه الهدف؟ هل الهدف انك تعطل الكلوتنج سيستم او الكواجوليشن سيستم، تعطله كومبليتلي؟ لو قلت الكلمه دي غلط تبقى غلط على طول، يعني لو انا بمتحنك وقلت لي الكلمه دي قدامي ان انا بدي هيبرين او وارفرين عشان اعطل الكلوتنج سيستم، انت كده يو ار اكستريملي رونج، يعني انت كده بره الموضوع. ليه؟ لانك لو قلت انا بعطل الكلوتنج سيستم كومبليتلي معناه انك هتدخل عنه في سيفير بليدنج، وانا قلت لك من شويه ان السنيك فينم بتاع بعض التعابين بيموت بانه بيعمل كومبليت انهيبيشن للكلوتنج سيستم، بانه بيعمل ديبليشن للفايبرينوجين، فالعين بينزف يحصل له انترنال بليدنج ويموت. انما احنا بندي هيبرين وارفرين يا شباب علشان نبطئ، شوف ركز بقى حط 100 خط تحكيم، نبطئ الكلوتنج وليس نمنعه. يعني اذا كان الكلوتنج مثلا بيحصل في 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 كام ثانيه، يعني اذا قلنا مثلا البروثرومبين تايم ده تيست بيقيس سرعه الكلوتنج، بنجيب الدم كده ونحط عليه حاجه اسمها ثروبوبلاستين اللي هو فاكتور 3 ونحط كالسيوم على الدم ونشوف الكلوتنج بيحصل امتى. فلو جبت دم كده بني ادم طبيعي وحطيت عليه كالسيوم وحطيت عليه اللي هو التيشو فاكتور رقم 3 يوم يحصل كلوتنج في خلال 12 ثانيه. الكلوتنج اللي بيحصل في خلال 12 ثانيه ده الطبيعي، الطبيعي عندي وعندك، يعني انت لو جبت سامبل اوف بلاد كده في تيست تيوب وحطيت عليها كالسيوم وفاكتور 3 يحصل كلوتنج في 12 ثانيه، يسموه بروثرومبين تايم. كويس؟ يعني هنعتبر انا وانت كده مجازا كده ان البلاد الطبيعي البني ادم الطبيعي بيحصل له كلوتنج تحت سيرتن كونديشن في خلال 12 ثانيه، ده الطبيعي. انا بقى لما ادي لك هيبرين او وارفرين انا مش عايز امنع بقى الكلوتنج كومبليتلي، لا انا عايز الكلوتنج يحصل برضو، لكن بدل ما يحصل في 12 ثانيه يحصل مثلا في 24 ثانيه او يحصل في خلال 30 ثانيه على الحد الاقصى. طب لو حصل كده في خلال 24 ثانيه يبقى كانك عملت دبلنج للبروثرومبين تايم، صح؟ يعني بدل ما كان بيحصل في 12 يحصل في 24 ثانيه، كانك بطأته شويه، كانك عايز تقول ان الاوبتيمم دوز اوف هيبرين او وارفرين هي اللي تخلي لي البروثرومبين تايم او الكلوتنج تايم زمن التجلط ده يحصل، يبقى دبلد، يعني بدل ما يحصل في 12 ثانيه يحصل في 24 ثانيه او يحصل في 30 ثانيه يبقى مرتين ونص. يبقى لو انا سالتك ايه هي الاوبتيمم دوز اوف هيبرين او وارفرين تقول هي الدوز اللي تخلي البروثرومبين تايم او الاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم هو يبقى دبل، يبقى دبل او ثلاثه تايمز، ثلاثه حتى كتير شويه، لا يبقى خليها من 2 الى 2 ونص تايمز ايه از ذا نورمال فاليو، يعني بدل ما كانت 12 ثانيه يبقى 24 او 30 ثانيه. يبقى انا كده كاني ببطئ الكلوتنج تايم وليس بمنعه خالص، عشان بس تاخد بالك من الحكايه دي.
وفي حاله الهيبارين زي ما اقول لك باكد تاني، لو انت بتدي هيبارين يبقى التيست اللي بتعمله اسمه اكتيفيتد بارشل ثرومبوبلاستين تايم. لو انت ماشي العيان على وارفارين يبقى التيست اللي هتعمله المونيتورنج تيست الاي ان ار او البروثرومبين تايم. طيب الازازات بقى عن يعني سواء هيبارين او وارفارين زاد عن الحد الطبيعي بتاعه وحضرتك ما عملتش مونيتورنج وحضرتك اديت دوز وطلعت عاليه، اشرب بقى اللي جاي ده الادفيرس افكتس بقى. اول حاجه هتتوقعها بليدنج، هتلاقي العيان اللي بياخد هيبارين او ماشي على وارفارين جاي لك العياده يقول لك يا دكتور انا بصلي، كنت بصلي امبارح لقيت نزف من الانف كده وانا بسجد، او فجاه تلاقي العيان حصل له سب كونجكتيفال هيموريدج، تبص في عينه تلاقي عينه حمراء وتحت الكونجكتيفا تلاقي بليدنج، او تلاقي بروسس للسكين كده بدا فيه بطش زرقاء كده تحصل، كل دي بليدنج. على فكره البليدنج اللي انت او هيماتوريا مثلا، يعني يقول لك ادخل الحمام يقول لك يا دكتور انا بدخل الحمام بلاقي الريديورين وهيماتوريا ومش عارف، كل دي بليدنج من الاوفر دوز. لكن هي مش دي مشكلتك الاساسيه، يعني اذا كانت دي مشكلتك الاساسيه فمحلوله مقدور عليها. انما زي ما حصل بقى ايه بليدنج كده وعندي يقول لك بنزف من الانف او عندي بقع زرقاء في جلدي او كده، لا ده ممكن بقى انت خايف من الانترنال بليدنج، وده الاخطر. يعني يحصل مثلا سيريبرال بليدنج، يحصل بليدنج في اللنج، يحصل في مش عارف في الكيدني في الليفر انترنال، يحصل في البلورة. يعني عايز اقول لك انه اذا كانت الحكايه من بره كده سهله، انما انا خايف من الانترنال بليدنج. فيبقى ايه لو الدوز زادت منك هيحصل بليدنج، والخوف اكتر من الميجر اورجان بليدنج البرين وخلافه. طب الحل ايه؟ انت غلطت يا سيدي، ماشي كلنا بنغلط، انت غلطت وديت دواء وطلع زياده وعمل بليدنج العيان، هنلحق بايه؟ تعال للهيبارين كده. انا في اول الكلام قلت لك ان الهيبارين شايل الموليكيولز بتاعته شايله نيجاتيف تشارج، فصنعنا بروتين يمسك فيه الكتروستاتيك ثيوري. انت عارف ان الهيبارين شايل نيجاتيف تشارج، قمنا صنعنا بروتين شايل بوزيتيف تشارج. قالوا بسيطه جدا، ادي البروتين اللي شايل بوزيتيف تشارج يقوم الشحنات الموجب مع السلام تمسك في الهيبارين ويعملوا كومبلكس ومع السلامه وخلاص، ويبقى الهيبارين كده انا منعت شغله. كويس، سمينا البروتين ده سميناه بروتامين سلفيت. بروتامين ليه سميناه بروتامين؟ ليه بروتون؟ من لانه انت عارف ان اي حاجه بوزيتيف تشارج بروتون يعني، فالاسم جاي من انه شايل بوزيتيف تشارج فتسمى بروتامين عشان كده، عشان هو شايل بوزيتيف تشارج. ال1 ملي جرام اوف بروتامين اللي هو البروتين ده بيمسك في 100 يونت من الهيبارين. يعني انت مثلا لو قلت لك بالظبط انت عايز ايه، لو ان انا اديت مثلا امبول من الهيبارين 5000 يونت، طيب انا محتاج له قد ايه بروتامين؟ يبقى محتاج 50 ملي جرام بروتامين. يبقى ال 50 ملي جرام بروتامين هم يعادلوا الامبول بتاع الهيبارين اللي انت غلطت وديتها وطلعت زياده على العيان دول. تعالى بقى لحاله الوارفرين. الوارفرين انا قلت لك انه بيشتغل بنظريه انه بيستنزف فيتامين كي من جسمك من الليفر، كل ما يدخل فيتامين كي في التفاعل يطلعه من الناحيه الثانيه خسران اوكسيدايزد مش كده، والانزيم اللي كان بيرجع تاني هو معطله لك. طب يبقى الحل ايه؟ الحل ان لو انا اديت وارفرين وطلع كتير على العيان والعيان بدا ينزف، ما عنديش حل غير ان انا ادي فيتامين كي من بره اللي هو الريديوسد فورم الاكتيف فورم اوف فيتامين كي. موجود عندي امبولات كتير فيتامين كي باسماء كتير جدا، بدي للبيشنت ده. طبعا هي مكتوب قدامك 10 ملي جرام اي في، لا هو ال 10 ملي جرام كتير شويه، ممكن اديله من 3 الى 5 ملي جرام اي في الحق بسرعه، لان فيتامين كي الاكتيف ده يقوم رايح للليفر منشط بقى اللي عامل مخلي الليفر يصنع الكلوتنج فاكتور، وكأن الوارفرين يبقى كده ايه دوره انتهى. يعني انا بنهي دوره بالحكايه دي. يبقى لو سئلت الانتي دوت اوف هيبارين قولا واحدا، ما تفكرش بروتامين سلفيت اي في، مين الانتي دوت اوف وارفرين قولا واحدا؟ فيتامين كي ريديوسد فور من 3 الى 5 ملي جرام اي في. تعال بقى نكمل بقيه الادفيرس افكت. انا قلت لك كده البليدنج ونحلها ازاي. طيب بقيه الادفيرس افكتس بقى بالنسبه للهيبارين اللي على الشمال، بعمل الهيبارين في غلطة كتير قوي الأطباء ساعات يغلطوا فيها. والهيبارين أنا قلت لك إنه بتاخد، ارجع كده، بتاخد بطريقتين، يا إما سابكوتينيس يا إما آي في في الطوارئ لو أنا مستعجل جدا، إنما نيفر آي إم يعني انتراماسكولر أبدا، داش أبدا انتراماسكولر. ليه؟ لأن لو ديت حقنة الهيبارين انتراماسكولر الإنجري اللي بيعمله سن الإبرة أما يدخل المصل بيعمل انجري بسيط، شوف سن الابره رفيع قد ايه، الانجري البسيط ده المصل جواها يعني بلاد فيزل كتيره جدا، فالانجري ده اللي هيعمله سن الابره مش هيقفل خلاص، هتفضل المصل تنزف، لان مطرح ما حقنت الهيبارين الهيبارين هيعطل الكلوتنج سيستم وهيفضل مطرح سن الابره ينزف ويعمل هيماتوما. فاذا ما تديش ابدا الهيبا، وهوريك صوره دلوقتي الاخطاء اللي بتحصل هوريها لك حالا. فيبقى اذا الهيبارين يعمل هيماتوما مصل هيماتوما لو اتاخد اي ام، يبقى كونترا انديكيتد تو بي ادمنسترد اي ام على الاطلاق.
حاجتين بقى مهمين ورا بعض ما تنساهمش طول العمر وتحط تحتهم مليون خط، مش خطين، مليون خط. ثرومبوسيتوبينيا والاوستيوبروز. انا بتكلم في الهيبرين لسه. ثرومبوسيتوبينيا معناها ان الهيبرين بيقلل العد بتاع البليتلتس، يعني عدد الصفائح في الدم اللي هي البليتلتس بتقل. طب يعني الهيبرين بيوديها فين؟ يعني بيوديها بيطلعها فين؟ يعني ما هي البليتلت ماشيه في الدم وانا اديت حقنه، طب هو بيعمل ثرومبوسيتوبينيا ازاي؟ الهيبرين بيخلي جسمك الاميون سيستم يكون انتي بوديز للبليتلتس، يقوم الانتي بوديز دي تروح تلزق في الاندوثيليوم، في الفاسكولار اندوثيليوم، في جدار الفيزل. والانتي بوديز لما تلزق في جدار الفيزل كل ما البليتلت جايه معديه تقوم البليتلت لازقه فيها. يعني ايه؟ عارف تعمل كده ايه؟ الانتي بوديز كانها بتعمل زي المغناطيس كده، تجذب البليتلتس وتلزقها في الاندوثيليوم بتاع الفاسكولار وول. مع الوقت تلاقي معظم البليتلتس اللي ماشيه في دمك لازقه في الاندوثيليوم. مين اللي خلاها تلزق في الاندوثيليوم؟ الهيبرين لما عمل الانتي بوديز دي. فاذا من ضمن الحاجات اللي الهيبرين بيعملها لنا يعني ما بنحبهاش خالص 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 حكايه الثرومبوسيتوبينيا دي، وده اللي هيخلينا نخترع ادويه بعد شويه عشان ما يعني نعمل موديفيكيشن كده للهيبرين عشان ما يعملش حكايه الثرومبوسيتوبينيا دي. الاوستيوبوروز بقى على الناحيه الثانيه اللي هي هشاشه في العظم، ليه بتحصل؟ لان البرولونجد يوز اوف هيبرين بيعطل البروتينات اللي هي بتنبه الاوستيوبلاست. انت عارف ان الاوستيوبلاست اللي هي الخلايا اللي بتبني العظم، اللي بتعمل اوستيوجينيسيس، دي في بروتينات بتشغلها وبتعملها ستيميوليشن، وعلى الجانب الاخر في بروتينز تانية بتشغل حاجه اسمها اوستيوكلاست اللي هي الخلايا اللي بتاكل او بتدوب العظم. طيب الهيبرين مع الوقت بيعمل ايه؟ بيعمل امبالانس بقى، يعني بيخلي التيرن اوفر. طبعا هو نورمالي كلنا عندنا بالانس ما بين اللي هو الاوستيوجينيسيس والاوستيولايسيس. اوستيوجينيسيس يعني بناء العظم اللي هي الخليه اللي اسمها اوستيوبلاست. اوستيولايسيس اللي هي ايه؟ عمليه هشاشه العظم او ذوبان العظم بالخلايا اللي اسمها اوستيوكلاست. كلنا عندنا نورمال بالانس ما بين العمليتين بيحصلوا ان ذا سيم تايم، اللي هي الاوستيوجينيسيس والاوستيولايسيس. اوستيوبلاست اكتيفيتي مع اوستيوكلاست اكتيفيتي، في تيرن اوفر بين الاثنين كده، وفي يعني تناغم بين الاثنين، وكلنا ماشيين بيحصل لنا الحاجتين. يجي الهيبرين بقى مع الوقت تلاقيه يوقف مساله ايه؟ البروتينز المسؤوله عن الاوستيوجينيسيس، ويشغل او انواع اخرى من البروتينز اللي هي مسؤوله عن الاكتيفيشن اوف اوستيوكلاست. ايه النتيجه؟ ان الاوستيوكلاست هي بتاخد الابر هاند، ومع الوقت تبتدي يحصل ايه؟ بون ريزوربشن، وتلاقي العيان يحصل له ايه؟ اوستيوبوروزس او هشاشه في العظم. اخر حاجه كانت اللوبيشيا دي اللي هي ان الشعر يقع، حاجه رير ومش مش قضيه خالص، يعني لو ما اهتمتش بيها مش قضيه خالص. انما مش هسامحك ابدا لو نسيت ان الهيبرين ما يتحقنش اي يعني كونترا انديكيتد اي ام، اداه واحده مش هسامحك فيها. اثنين، الثرومبوسيتوبينيا لانها خطيره جدا، وساعات بقى ده هو الهيبرين بيعطل الكلوتنج سيستم، وكمان لما يعطل البليتلت اصبحت يعني قصه تانية كمان، فدي مهمه قوي. والاوستيوبوروز لان ده مهم جدا، لان في عيانين احيانا هحتاج امشيهم على هيبرين فور لونج تايم، فيبقى لا هنخاف بقى من الاوستيوبوروز دي. تعال بقى على الجانب الاخر، ننقل على سايد باي سايد كومباريزون كده على الوارفارين. الوارفارين بقى احنا قلنا خلاص احنا اتفقنا ان الاثنين بيعملوا بليدنج وخلصنا منها في السلايد اللي فاتت. الوارفارين بقى كده يعني احيانا يعمل حاجه اسمها هيموراجيك سكن كروز، هوريها لك برده دلوقتي. هيموراجيك سكن كروز يعني تلاقي العين اللي بياخد وارفارين في الاول كده بعد ما بدا كورس من الوارفارين، دكتور القلب مثلا كتب له وارفارين تابلت قرص كل يوم، تلاقي بدا يحصل له بقع زرقاء شديده كده او ايه حاجه زي النكروز، او احيانا حتى يحصل نوع من الانفاركشن يعني في السكن، تلاقي منطقه زرقت وسودت كده في السكن كما لو كان انفاركشن. لان الوارفارين احيانا بيعطل صناعه بروتين مهم اسمه بروتين سي. البروتين سي ده مسؤول عن الانتجريتي بتاعه الفاسكولار وول اللي في السكن، فلما بيعطل البروتين ده يحصل ثرومبوزس في الفيزل الرفيعه جدا السبكوتينيوس اللي هي تحت الجلد، تتقفل الفيزلز دي تتقفل، وبالتالي تلاقي المنطقه ماتت اللي في السكن دي، تزرق الاول كده ولونها يتغير ويحصل نيكروزس في السكن. احيانا بيعمل الحكايه دي الايه؟ الوارفارين اللي هي هيموراجيك سكين نيكروز، احيانا تنزف المنطقه يعني تسود كده ويحصل منها بليدنج واوزنج وكده. ممكن بقى كمان نمره 2 اللي هي مكتوبه تحتها تيراتوجينيسيتي. يعني ايه تيراتوجينيسيتي؟ لو ست حامل اخذت وارفارين فتره طويله خصوصا في الفيرست ترايمستر، انا بتكلم عن الفيرست ترايمستر اللي هي المرحله بتاعت الاورجانوجينيسيس اللي هي تكون الاعضاء في الجسم، اللي هو الشهرين او الثلاثه الاولانيين اللي هو الفيرست ترايمستر، لو اخذت فيهم وارفارين، الوارفارين بيعمل ابنورمال بون فورميشن، يعني تلاقي البون بتاعه الطفل اللي هيتولد ابنورمال، ويبان قوي في المنطقه بتاعه السكال، واكتر منطقه يبان فيها النوز كمان، هوري لك منظر دلوقتي
لطفل مولود لأم كانت بتاخد وارفرين كتير أثناء الفترة الأولى من الايه من الفيرست ترايمستر. هوري لك شكل مميز كده لدرجة يسموها فيتا الوارفرين سندروم، يعني الطفل ده لما تشوف شكله كده تعرف ان امه كانت بتاخد وارفرين اثناء فترة البريكدانسي، فده مش كويس. ممكن بقى انا قلت لك في الاول انه الوارفرين بيعدي البلاسينتا وممكن يعمل تلاتوجينيستا، وفي مش بس كده بقى كمان ممكن كان يعمل سي ان اس هيموراج، يعني الجنين اللي في بطن امه ده ممكن الام من غير ما تدرى الجنين يحصل له سي ان اس هيموراج والبرين يقف عن النمو ويتولد الطفل ده بمنتال ريتارديشن. كل ده ممكن يعمله الوارفرين لانه بيعدي البلاسينتا. واخر حاجه بقى لو في عيان ممشيه على وارفرين من الادويه اللي ما ايه نوت ستوب سادنلي، يعني لو انت ممشي عين على وارفرين ووقفت الوارفرين فجاه، هو الوارفرين كان معطل الانزيم اللي اسمه ايه ريدكتيز اللي هو اسمه فيتامين كي ايبوكسايد ريدكتيز اللي كلمتك عنه، اول ما توقف الوارفرين فجاه يقوم كل الليفر بكل ما اوتي من قوه يبتدي يكون كلوتنج فاكتورز بعنف لان انت معطله بقالك سنين او بقالك شهور وفجاه وقفت، فيقوم الليفر مكون كلوتنج فاكتور الاربعه اللي كان محروم منهم دول يقوم مكونهم بعنف بقى، يقوم العيان داخل في كاتاستروف، يقوم داخل في ثرومبوتيك كاتاستروف ايميديتلي، تلاقي جاله بقى ثرومبوزس في البرين، جاله هيميبليجيا، جاله مش عارف ايه، يعني يحصل مشكله. ولذلك من الادويه اللي لو انت ماشي عليها العيان يبقى بحذر شديد جدا، ناوي توقف الوارفرين لأي سبب يبقى بحذر شديد وجراديوال مش إميديات مش صادم. ده يا سيدي بقى منظر هوت لبيشنت خطأ كده أخد الهيبارين انترا ماسكولر، أهو أخده انترا ماسكولر، شوف عامل إيه الزرق اللي انت شايفه دي مصل هيماتومة، والزرق اللي انت شايفه ده انت لو دخلت جوه هتلاقي المصل من جوه معبية بقى عاملة أبسس، يعني عاملة بلاد كوليكشن وعاملة دوشة جوه، وده ممكن يتفتح على فكرة، يعني أحيانا يحتاج سيرجري عشان يتفضل الهيماتومة اللي جوه. الصورة اللي بعدها دي العيان اللي أخد وارفرين وبالصدفة عمله أو يعني إيه حظ وحش وعمله إيه هيموراجيك سكين نكروز. زي ما قلت لك الوارفرين أحيانا بيعطل صناعة بروتين اسمه بروتين سي المسؤول عن الانتجريتي أوف فاسكولار وول اللي هي الفاين فاسكوليتشر اللي هي سبكوتينيوس فيزل دي تحت الجلد، فأما تتعطل البروتين سي يحصل ثرومبوزس في تحت الجلد كده، والمنطقة دي زي ما قلت لك يحصل فيها انفاركشن، هذا الهيموراجيك سكين كروز اللي بيعمله الوارفرين. على فكرة الهيبارين ممكن يعمل كده برضو أحيانا، يعني أحيانا الهيبارين برضو بيعمل هيموراجيك سكين كروز بس أقل كتير من الوارفرين، الوارفرين هو اللي مشهور بيه. هذا المنظر الثالث، الطفل اللي اتولد لأم كانت بتاخد وارفرين، ملاحظ كده هو على فكرة ده أطفال مختلفة مش طفل واحد، شكلهم مميز جدا زي ما أنت شايف كده، هو ده على طول شوف شكله كده ده فيتا الوارفرين سندروم. ليه؟ بص كده للنوز على يعني مميزة جدا للنوز على الأقل، مفيش نيزل بريدج، ما تكونش النيزل بريدج لانه الوارفرين بيعمل ابنورمال بون فورميشن، فالنوز ما تكونتش كويس، تلاقي النوز شكلها مميز جدا عند الاطفال دول، ومش بس النوز هتلاقي السكال فيها مشاكل وهتلاقي عظمه بقيه عظمه فيه مشاكل، لكن باينه قوي في النوز والاي على فكره، الاي تلاقي اللي هي السلانتنج ايز دي العينين الضيقه اللي كما لو كانت مرسومه بالقلم كده يسموها سلانتنج اي، فده هذا الشكل مميز جدا ويسموه فيتا الوارفرين ايه فيتا الوارفرين سندروم. هكلمك بقى على قصة جديدة كده لأن واضح إن الهيبارين والوارفرين كان إيه كان كل واحد له ما له وما عليه، يعني ميزات وعيوب، فإحنا هنحاول نطور نفسنا ونعمل أدوية أجدد وأحدث ونتفادى العيوب. نمسك الهيبارين الأول ونحاول كده إيه نتفادى العيوب بالشكل اللي هقولك عليه. مثلا بص على الصورة اللي على الشمال دي صورة الجرانيولز الزرقاء اللي أنت شايفها دي صورة الهيبارين المتخزن في الماست سيل مسبوغ بالأزرق كده. لما جم يبصوا على الهيبارين ويفحصوه كويس بالسكاننج اي ام وشوفوا الموليكيولز بتاعته، لقوا ان الهيبارين اللي هو الطبيعي اللي بتخزن في الماست سيل كده الجرانيولز بتاعته غير متجانسه، يعني ان هوموجينس، يعني تلاقي جرانيولز صغيره قوي زي ما انت شايف كده وفي جرانيولز كبيره جدا، فالموليكولار ويت بتاع الهيبارين مش ثابت مش واحد، يعني تلاقي جرانيولز مثلا الموليكولار ويت بتاعها 3000 دالتون وموليكيولز تانية الجرانيولز 10000 دالتون ولا 30000 دالتون مثلا، فعدم التجانس ما بين وزن الموليكيولز وحجمها هو اللي بيخلي الهيبارين يروح يعمل حاجات نون سبيسيفيك. يعني ايه؟ شفت كده انه راح لما راح نشط الانتيثروبين 3 قام رايح معطل ايه بقى؟ عطل لك كام فاكتور؟ عد كده فاكتور 12 و11 و9 و10 و2 مش كده؟ وكمان مش بس كده ده راح خلى الجسم يكون انتي بوديز اجينست البليتلتس ويخلي والبليتلس تلزق في الاندوثيليوم من جوه وعددها يقل اللي ماشي في الدم الاكتف عدده يقل يحصل ثرومبوسايتوبينيا. مش بس كده
ده راح كمان عطل الايه مساله الاوستيوجينيسيس وسرع الايه الاوستيولايسيس وعمل اوستيوبروز. الحاجات دي جت منين كلها؟ المشاكل دي جت منين؟ جايه من ان الموليكيولز اوف هيبرين نون سبيسيفيك يا شباب، لانها غير متجانسه. يعني زي ما قلت لك الموليكولار ويت يتراوح من 3000 ل 30000 دالتون، وعدم التجانس ده اللي بيخلي الهيبرين كما لو كان بيلطش على اكتر من مكان جوه جسمك، ما هوش بس سبيسيفيك قوي. هتقول الله طب وطب وبعدين؟ هقول لك، هرجع اقول لك طيب انت كنت محتاج ايه؟ مش انت كنت محتاج اما تيجي تعطل الكلوت او عايز بس تعمل تبطيء للكلوتنج سيستم، مش كان اللي يهمك فاكتور 10 او فاكتور 2 احدهما هم اللي يهمك؟ مش ده اللي احنا بدانا بيه الكلام؟ طيب يا سيدي تعالى احنا عايزين بقى نعرف انهي موليكيولز تحديدا في الهيبرين، انهي موليكيول اللي وزنها الجزيئي كام، اللي الموليكيولار ويت كام بالظبط، هي المسؤوله عن ايه؟ عن الفاكتور 10، عن انها تعمل انيبيشن لفاكتور 10. فضلوا العلماء يشتغلوا على القصه دي لحد ما لقوا ان الموليكيولز المسؤوله في جوه جزيئات الهيبرين اللي هي الغير متجانسه دي، الجزيئات تحديدا المسؤوله عن انها تعمل ايه يعني متختص بفاكتور 10، هي الجزيئات اللي لها لو موليكيولار ويت، الجزيئات الصغيره، الحاجات الزرقاء الصغيره اللي انت شايفها في الصوره دي. قالوا نفصلها، هنفصلها بطرق كيميائيه وبالطرد المركزي يعني نعمل سنتريفيوجيشن، نفصلها ونجر. فصلوا الجزيئات الصغيره من الهيبرين وجم يجربوها على اكسبيرمنتال، لقوها فعلا ما بتشتغلش غير على فاكتور 10 بس، فاكتور 10. قالوا كده تمام، كده هتبقى سبيسيفيك بقى، وبالتالي مش هتروح بقى تعمل لنا، مش هتلطش بقى على فاكتورز اللي كانت ملهاش لازمه، مش هتبقى تلطش على فاكتور 12 و9 و11، لا ما عادش الكلام ده يحصل. مش بس كده، ومش هتروح تعمل ايه اميونو جلوبولين ولا اميون رياكشن اجينست البليتلتس، مش هتعمل ثرومبوسيتوبينيا، ومش برضه مش هتعمل اوستيوبروز، مش هتعمل المشاكل اللي كان بيعملها الهيبرين. قاموا بقى ابتداء من تقريبا من الثمانينات يبتدوا يعملوا بقى ايه ان انواع من الهيبرين جديده، سموها ايه بقى يا شباب اللي على اليمين دي؟ لو موليكولار ويت هيبرين، اللي مكتوب الاختصار اللي عندك ده، اصبح هو ده اكتر حاجه النهارده احنا بنستخدمها اللي هي اللو موليكولار ويت هيبرين. وانا اديني قلت لك او شرحت لك النظريه بتاعتها انها بتشتغل على او يعني هذه الموليكيولز هي الصغيره، الموليكيول الصغيره اللي في الهيبرين اللي احنا فصلناها من الهيبرين علشان نخليها تشتغل بس على فاكتور 10 وما تعملناش المشاكل الاخرى. ادي اشكالها في الكوميرشال في الماركت. هذا نوع اسمه انوكسابارين، ده نوع من اللو موليكولار ويت هيبرين، وهذا نوع تاني اللي على اليمين تحت اسمه اللي هو الدالتيبارين. الانوكسابارين اللي هو الكليكسان، وفي منكم كتير جدا شافوا الكليكسان ده في المستشفيات وشافوه احنا بنستخدمه كتير جدا. الكليكسان ده بتيجي حقن بريفيلد كده، بتبقى ممليه هي اصلا ومتظبطه، في منها طبعا 2000 يونت وفي 6000 وفي 4000 على حسب بقى انا عايز قد ايه، ومشهوره جدا دي اللي بنسأمن طبعا من الهيبرين، اكثر امانا واقل في السايد افكت، سواء الايه الكليكسان او الفراجمين الاثنين بيستخدموا الانوكسابارين او الدالتيبارين، دول اكتر دلوقتي استخدامهم اكتر من الهيبرين، لكن طبعا هيكونوا مور اكسبنسيف. يعني طبيعي كل ما انت بتعمل دواء افضل بيكون السعر بتاعه يعني اكتر. الجدول ده بيعمل لك مقارنه كده بسيطه ما بين الانفراكشنيتد هيبرين، ولاحظ كلمه انفراكشنيتد اللي بنستخدمها كتير، لان الهيبرين اللي هو العادي ده اللي انا بقول لك عليه ده كانت جزيئاته قلت لك انها غير متجانسه، يعني ان هوموجينس، الموليكولار ويت بتاعها يتراوح ما بين 3000 ل 30000 دالتون، فيسموها انفراكشنيتد يعني خلطبيطه على بعضها كده. بالمقارنه بقى باللو موليكولار ويت هيبرين اللي على اليمين، لا اللو موليكولار ويت هيبرين انا اخدت بس الموليكيولز الصغيره من الهيبرين وبستخدمها، فالموليكولار ويت بتاعته اقل من 8000 او اقل، حتى في كتب تقول لك اقل من 6000 دالتون. بالنسبه للميكانيزم اوف اكشن، الهيبرين الانفراكشنيتد كان بيلطش على فاكتور 10 والفاكتورز الاخرى وبيروح للبليتلتس وبيعمل اوستيوبوروزس، الكلام ده مش هيحصل مع اللو موليكولار ويت هيبرين لانه هيبقى مور سبيسيفيك على فاكتور 10 وما بيلزقش في الاندوثيليوم، ما بيعمليش ثرومبوسيتوبينيا، مش هيعمل لي اوستيوبوروزس، مش هحتاج ان انا اعمل كل شويه اكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم لاني خايف انه يعمل لي بليدنج. مش بس كده، ده اللو موليكولار ويت هيبرين ده كمان الهاف لايف بتاعته اطول، يعني الهيبرين العادي بحتاج للعيان 3 حقن في اليوم سبكوتينيس، حقنه كل 8 ساعات، انما اللو موليكولار ويت هيبرين دي حقنه واحده في اليوم، الكليكسان دي بنديها حقنه واحده في اليوم بس لان الهاف لايف بتاعتها 24 ساعه، وزي ما قلت لك مش هتعمل ثرومبوسيتوبينيا ومش هتعمل يعني الريسك اوف بليدنج والادفيرس افكتس كلها اقل مع اللو موليكولار ويت مع اللو موليكولار ويت هيبر، لكن على حساب بقى اون ذا اكسبنس اوف برايس لانه اغلى.
الجديد بقى هقول لك برضو كلمتين قبل ما يعني نخلص، لان الكلام، لان الموضوع ده الفيلد ده هوت توبك في الفارماكولوجي الحقيقه، وطول النهار يطلع في ادويه جديده كل يوم. انا كلمتك على الهيبرين والوارفارين باعتبار ان هم كلاسيك دراجز، يعني ما ينفعش طالب طب ما يكونش مذاكرهم وعارفه. انما ريسنتلي بقى كل يوم عمالين نطلع ادويه بدائل للاثنين. فمثلا احنا متفقين اهوت للمره الثالثه والرابعه، انا باكد عليك ان انا اهم اتنين فاكتور انا عايز اشتغل عليهم هو فاكتور 10 رقم 10 وفاكتور رقم 2 اللي هو البوثرومب. اي فاكتور من دول تشتغل عليه لوحده كده كفيل بانه يعمل لك الشغلانه اللي انت عايزها ويعطل الكلوتنج سيستم من غير ما يعمل لنا ادفيرس افكتس يعني كتيره، من غير ما يعمل لنا مشاكل كتير. فاخترعوا دلوقتي او عملوا لنا ادويه سبيسيفيك على فاكتور اكس زي اللو مولكيولار هيبرين بالظبط. عندنا دوايين هو اسمهم فاكتور اكس انيبيتورز، يعني زي اللو مولكيولار هيبرين بالظبط تقريبا يعني. في دواء اسمه فوندابرينوكس ده زي اللو مولكيولار هيبرين تماما، بس ما بيعمل لناش بقى ايه يعني، ما بيعمل لناش يعني برضو السايد افكت بتاعته اقل من اللو مولكيولار هيبرين، يعني ما بيعملش ثرومبوسيتوبينيا. يعني هتقولي ما هو اللو مولكيولار هيبرين ما كانش بيعمل، ايوه ما كانش بيعمل، لكن ده كمان اقل منه، يعني ده اكثر امانا من الايه، من اللو اللي هو الفوندابرينوكس ده. ده حقن زي اللو مولكيولار هيبرين كده بتتاخد برضو زي وانس ديلي، يعني نفس زي الكليكسان كده تاخد حقنه في اليوم. رجعوا قالوا طيب مش عايزين حقن، طب يا ترى هل نقدر نعمل حاجه اورال وتبقى تشتغل زي الهيبارين كده زي اللو مولكيولار هيبرين وتروح تعطل فاكتور رقم 10 لوحده كده من غير حاجه، بس تبقى اورال بقى عشان تبقى سهله على العيان؟ عملوا الريفاروكسبان اللي قدام حضرتك ده، برضو هو زي اللو مولكيولار هيبرين بيعطل فاكتور 10 لكنه كود بي جيفن ايه، جيفن اورالي. رجعوا قالوا طيب خلصنا من فاكتور 10، هل يا ترى نقدر نعمل حاجات تشتغل على فاكتور 2 لوحده اللي هو البروثرومبين؟ عملوا، سموا العيله دي ايه بقى اللي هي بالازرق تحت دي كده، دايركت ثرومبين انهبيتورز، لان ثرومبين اللي هو فاكتور 2، فقالوا هنعطل بقى فاكتور 2 لوحده بقى بس كده. فعملوا دواء اسمه ارجا تروبان اللي مكتوب عندك فوق ده، ارجا تروبان ودابي جاتران. ارجا تروبان ودابي جاتران الفرق بينهم ان الارجا تروبان حقن والدابي جاتران اورال. طبعا احنا دايما نفضل الاورال، الحقن بنديها بس لما نكون في الاكيوت ستيج في طوارئ حاجه مستعجله في ايمرجنسي نستخدم الحقن، انما مش مستعجلين على مهلنا كده بقى بنستخدم الاورال دراجز افضل. فالدابي جاتران اللي تحت ده اورال دراج طالع جديد بيشتغل على فاكتور رقم 2، يعطل فاكتور رقم 2 ويعطل لك الكلوتنج سيستم زيه زي اللو مولكيولار هيبرين، انما ما بيعملكش المشاكل بتاعه الهيبرين، عيله الهيبرين كلها اللي هي اهم حاجه فيها ايه، الثرومبوسيتوبينيا. لان اهم حاجه او يعني اكتر حاجه ضايقتني من الهيبرين هو ده، هو الحقيقه ضايقني كتير يعني الهيبرين وعيلته ضايقوني كتير، لكن اكتر حاجه ضايقتني الثرومبوسيتوبينيا اللي هو البليتلتس، لانه اميون رياكشن ورخم وساعات بيعمل لنا مشاكل. فالدابي جاتران والارجاتروبان كل الادويه اللي قدامك الجديده دي معموله تحديدا علشان تبقى بدائل للهيبرين من غير ما تعمل لنا هيبرين انديوسد ثرومبوسيتوبينيا. وزي ما قلت لك في بعضها شغال على فاكتور اكس لوحده زي الاثنين اللي فوق، وفي اللي شغالين على فاكتور 2 زي الارجاتروبان والدابي جاتران. عايز بقى اكلمك على قصه كده، انا قلت لك انه الهيبرين او الوارفارين لو زادوا منك وعملوا بليدنج لهم حل. افتكر كده من شويه قلت لك الهيبرين لو زاد منك له حل انك تدي ايه، بروتامين صلفيت، والوارفارين لو زاد منك هتدي فيتامين كي. امال بقى الادويه الجديده دي، ركز بقى على الدواء اللي اسمه دابي جاتران اللي هو ايه اكتر واحد بنستخدمه دلوقتي. الدابي جاتران ده شغال على فاكتور 2 كويس. طب افرض زاد مني، افرض عيان انا ماشي على دابي جاتران والايتو نزف، جيت اعمل له اي ان ار ولقيت الدنيا بايظه والاي ان ار 8 ولا 9 والعيان عمال ينزف من كل حته، الحق بايه؟ الدابي جاتران اللي هو الدواء الجديد ده عملوا له انتي بودز دلوقتي مونوكلونال انتي بودز مخصوصه، اول ما تديها اي في تروح على طول ايميديتلي تمسك في الدابي جاتران موليكيول وتمنع شغله كانه الانتي دوت بتاعه. الانتي بودز اسمها ايه بقى قدام حضرتك؟ انطقها كده زي ما انا هنطقها بالظبط عشان لان هو اسم طويل مش عارف تنطقه. اي دير يو سيزوماب، كانك بتقول كده، كانك بتقول جمله اي دير يو سيزوماب، يعني انا بتحداك يا سيد ماب او سيزوماب، لان الدواء اسمه كده اي دير يو سيزوماب، انطقها كده اي دير يو سيزوماب. هذا الاي دير يو سيزوماب مونوكلونال انتي بودز مخصصه لعلاج الايه، الاوفر دوز من الدابي جاتران. يبقى حضرتك كده عينك في وسط راسك في الام سي كيو، يقول لك هيبرين اوفر دوز قول له سهله هحلها ببروتامين سلفيت، يقول لك طب الوارفارين طلع زياده سهله هحلها بفيتامين كي هدي 5 مللي جرام اي في او اي ام، طب الدابي جاتران سهله جدا هدي هندي حضرتك اللي اسمه ايديريو سيزوماب اللي هو الانتي بودز دي.
نيجي بقى للبريجننسي، اقول لك كلمتين صغيرين لان ده يهمنا. البريجننسي لو مثلا في واحده كانت عامله ارتفيشال هارت فالف مثلا وماشيه على انتي كواجولانت وبعدين اتجوزت وبقت بريجننت، اوعى تقول لي نبطل الانتي كواجولانت، اوعى تقول الكلمه دي لانك لو قلت الكلمه دي معناها هتحصل مشكله، لان الست لو كانت ماشيه على انتي كواجولانت وانت جيت تبطله اثناء البريجننسي هيحصل هايبر كواجولابيليتي وتدخل في ثرومبوزس وكاتاستروف. امال الحل ايه؟ هتمشي على هيبرين او وارفارين بس بالملاحظات الاتيه. انا قلت لك ان الوارفارين ما نقدرش نديه في اول 3 شهور لانه ممكن يعمل لنا فيتا الوارفارين سندروم لانه بعد البلاسنتا. طيب وممكن يعمل سي ان اس هيموريدج بعد البلاسنتا. طب امال امشي على هيبرين؟ ماشي الحال ماشي امشي على هيبرين. انا هيبرين هتقولي لو مولكولار ويت هيبرين ده كويس قوي، اللو مولكولار ويت هيبرين ده كان السايد افكت بتاعته اقل من الهيبرين لانه سبيسيفيك على فاكتور 10. ممتاز. هقول لك طب ما اللو مولكولار ويت هيبرين برده لو مشت عليه فتره ممكن يعمل اوستيوبروز. لما انت لسه قايل ما بيعملش اوستيوبروز، ايوه ما بيعملش زي الهيبرين، يعني مش بنفس كفاءه مش بنفس قدر الهيبرين، لكنه ممكن مع الوقت برضو اخف منه على العظم بتاع البيشنت، خصوصا ان الست دي هتفضل بريجننت 9 شهور. يعني لو اخذت لو مولكولار هيبرين 9 شهور ايوه فرصه الاوستيوبروز ايوه اقل من الهيبرين اللي هو الانفراكشنيتد، انما ممكن قائمه برضو ممكن تحصل. طب يبقى الحل ايه بقى؟ لا احنا عارفين نستخدم هيبرين ولا لو مولكولار هيبرين عشان بتقول لي 9 شهور هيعمل اوستيوبروز، ولا احنا قادرين نستخدم وارفارين لانه ممكن يعدي البلاسينتا ويعمل لي سي ان اس هيموريدج ومش عارف ايه والواد يتولد بتاع ده فيتال وارفارين سندروم. مال الحل ايه؟ الحل هو قدام حضرتك اللي هي الامريكان كوليدج اوف تشيست فيزيشنز اللي هي الجمعيه الامريكيه للايه لامراض الصدر. قالوا ايه يا سيدي؟ قالوا احنا اي واحده بريجننت محتاجه انتي كواجولانت بروتوكول ثابت كده تحفظه حضرتك هنمشي عليه. اول 13 ويكس اوف جيستيشن اللي هم 13 اسبوع الاولانيين من الحمل، طبعا الحمل هنعتبره 40 اسبوع مثلا، اول 13 اسبوع من الحمل هنمشي على لو مولكولار ويت هيبرين. كويس كده؟ ليه؟ لان هم دول ال 13 اسبوع الخطرين جدا في تكوين الجنين، سموهم البيريود اوف اورجانوجينيسيس. الجنين اعضاء جسمه بتتكون في يعني برينسيبالي في الفتره دي، فتره ال 13 اسبوع او يعني مجازا شهرين ونص الاولانيين. ثم نبطل الهيبرين اللي هو المولكولار ويت هيبرين نبطله وننقل على الوارفارين لحد ايه الاسبوع رقم 34، يعني من الاسبوع رقم 13 لاسبوع رقم 34 ماشيين على وارفارين. طب ما انت بتقول لي الوارفارين خطر. لا يا سيدي، فتره الخطوره عدت. فتره الخطوره هي اول شهرين ونص اللي هم 13 اسبوع ولا 15 اسبوع الاولانيين هندي فيهم لو مولكولار ويت هيبرين. عدينا الفتره دي انقل بقى على الوارفارين. طب ليه ما نكملش؟ قلنا عشان الاوستيوبروز، عشان الخوف من الاوستيوبروز. كويس. طيب كملنا 34 اسبوع بطل بقى الوارفارين وانقل ارجع تاني للو مولكولار ويت هيبرين. الله ليه بنعمل كده؟ يعني ليه الكراسي الموسيقيه دي؟ ليه يعني عمالين ننقل من هنا لهنا ليه؟ لان انا ما اقدرش اكمل بوارفارين لحد فتره الولاده. الولاده عند 40 اسبوع ما اقدرش ادي للست وارفارين في الاسابيع الاخرانيه في الحمل. ليه؟ لانه الوارفارين ممكن يعدي البلاسينتا بسهوله ويعمل لنا سي ان اس هيمورج في الاسابيع الاخرانيه، يعني من اول اسبوع رقم 34 لحد الاسبوع رقم 40 انت خايف على السي ان اس اوف ذا فيتس وانت عارف ان الوارفارين كان كروس بلاسينتا. يبقى احنا هنمشي على بروتوكول ثابت كده، اي بريجننت ست بريجننت محتاجه انتي كواجولانت ثيرابي هنديها اول 13 ويك هنديها لو مولكولار ويت هيبرين، ثم ننقل من 13 ل 34 الفتره اللي في النص دي ننقل على وارفارين، ثم نبطل وارفارين عند 34 اسبوع ونكمل لحد وقت الولاده بلو مولكولار ويت هيبرين. كده يبقى احنا تفادينا فتره التسع شهور ان احنا ندي لو مولكولار ويت هيبرين طول التسع شهور، قطعناهم بالوارفارين في النص. طب وبعد الولاده بعد الدليفري؟ بعد الدليفري بقى براحتي انا امشي على اورال دراج. ايه اللي يجبرنا على دول؟ امشي بقى على الحاجات الجديده الدابيجاتران والحاجات اللي انا شرحتها لك الجديده دي، اورال بقى بالراحه كده ونظبط العيان. اخر سلايد هكلمك على الكونترا انديكيشن اوف انتي كواجولانت ثيرابي ومش هطول عليك كتير لكنها منطقيه كلها. انتي كواجولانت تريتمنت يعني ادويه بتزود سيوله الدم، يبقى حضرتك هتخاف من اللي هقول لك عليه ده. عيان عنده هيماتولوجيك بلاد او هيموراجيك بلاد ديزيز، افرض عنده هيموفيليا مثلا هو بينزف اصلا، يبقى الادويه دي ممنوعه فيه. او ثرومبوسايتوبينيا زي ما قلت لك يعني البليتلتس قليل بينزف ممنوع الحاجات دي فيه. نيورولوجيكال، الواحد مثلا عامل برين سيرجري ريسنت برين سيرجري بقاله مثلا 3 اسابيع او حتى 3 شهور يا اخي، طيب او عنده هيموراجيك ستروك يعني جاله نزيف مثلا في المخ بقاله في خلال 3 شهور اللي فاتوا دول، ممنوع خالص الادويه دي لان انت هتعمل ري اكتيفيشن وهتعمل ممكن تصحي المنطقه اللي كانت فيها بليدنج، يعني كانت مكان جراحه ولا مكان هيموراج هتزود الهيموراج.
او عامل اي سيرجري برضو لا ريسنت ابعد عنه لان هتزود ممكن تزود له البليدنج. الناس اللي عندهم uncontrolled hypertension يعني سيفير هايبرتنشن لا يعني زبط له الضغط الاول لان uncontrolled hypertension لو خد هيبرين او وارفرين وهو ضغطه عالي جدا ممكن ينزف من اي في اي ثانيه ولو نزف بقى مش هتلحقه خالص لان مع الضغط العالي والنزف اللي هيحصل مش هتلحقه العيان ده. واحد عنده مثلا بيبتك ألسر او اسوفاجيال فاريسس بينزف كل شويه بيجي له هيماتيمسس كل شويه يعني مريض ليفر مثلا وبينزف كل شويه هل تعتقد ان مريض ليفر وبينزف كل شويه من الفاريسس او بينزف من بيبتك ألسر ادي له هيبارين او وارفارين؟ طب ما هو طبعا ممنوع طبعا لانك انت تعمل ري اكتيفيشن للايه للجرح اللي حاصل ده والعاده هينزف منه. اكتيف انفلاماتوري باول ديزيز اللي هي ألسرتيف كولايتس ما هو ألسرتيف كولايتس دي ألسرز في الكولون وبتنزف كل شويه زي زي البيبتك ألسر بالظبط ممنوع برده. الناس اللي عندهم ليفر فيلير او رينال فيلير كل دول ممنوع. واحده مثلا ست بريجننت وعندها حاجه اسمها ثريتند ابورشن. ثريتند ابورشن يعني ايه؟ يعني كل يعني عندها حاجه بتهدد الحمل عندها يعني مثلا عندها بلاسينتا بريفيا ولا عندها سامثينج رونج مخلي الحمل عندها ممكن يحصل لها ابورشن في اي لحظه. فابعد عن الست اللي عندها بلاسينتا بريفيا دي كل شويه لان كل شويه اصلا بتروح لدكتور النساء تقول له يا دكتور انا نزل عليا قطرات من البلاط كده وانا حامل. طب ما هي خطر طبعا. اذا ما نديش ابدا هيبرين ولا وارفرين لستات او الناس دول. زي ما قلت لك برضو الوارفرين نوت جيفن في الفيرست تريمستر لا في الفيرست ولا في اللاست يعني احفظ كده الوارفرين لا يتاخد في اول شهرين ونص من البريجنانسي ولا يتاخد في اخر شهر او شهر ونص من البريجنانسي هو يتاخد بس في الفتره اللي في النص الميدل تريمستر ده. كده بكده يا شباب نكون خلصنا المحاضره بتاعه الانتي كواجولانت. ان شاء الله المحاضره اللي جايه نتكلم على قصه ثانيه اللي هي اسمها فايبرينوليتيك دراجز.